ضربت أعشاشا كثيرة ينتشر المرتزقة في كل مكان كالنمل الغاضب. هذا يفسر غياب بيشي، إنه يتجنب المرتزقة. آمل أن الأمر استحق هذا العناء. اكتشفت أن هناك قائدين يعملان مع التنظيم، وهناك آخر يقودهما. ثلاثة؟ ذلك يفسر بحث التنظيم في الشرقية. يطلق على أول شخصين الرخ والأشمضاي، يدعى الثالث المردخوار. يختبئون خلف أسماء رنانة كأطفال متباهين. لا تخلط بين زهو التنظيم والصبيانية، إنهم القوة الحقيقية خلف العباسيين. هل وصلت إلى شيء يمكننا تمييزهم به؟ المدعو الرخ كان صاحبه يناديه باسم جسور، إنه يهرب من ماضيه ويعيش في رعب بسببه. جسور، أجل، لابد أن هذا هو جسور بن باسل قائد الجند العربي. سمعت عنه، جبان نسب إلى نفسه فضل الانتصار في معارك فاز بها غيره. هذا ماض بذل جهودا مضنية في إخفائه. يملك جسور منزلا فاخرا في قصر صالح غربا، يمكنك البحث عنه هناك. المدعو بالأشمضاي اسمه الحقيقي نادر، في حوزته سفن يسيطر عليها، وليس جبانا كصاحبه بل مغرور في الواقع. نادر، لابد أنه قائد البحرية نادر بن حفيظ، متعجرف لا يكترث لرجاله كما يكترث لسفنه. أجل، قائد البحرية متعجرف ربما، لكنه ذكي. لقد صنع العديد من السفن الحربية الجديدة للخليفة. لابد أن نفوذ التنظيم قد ازداد إذا كانوا قد جندوا نادر. عليك البحث عنه في الميناء الأدنى في الشمال. بالنسبة إلى قائدهم المردخوار، فكل ما عرفته هو أنه خارج الشرقية، ومن المتوقع عودته قريبا. لا أعرف هذا الشخص، إنها أول مرة أسمع فيها اسمه. إذا كان قائدهم فقد أمر بموت رجالي، يجب أن تجده. أجل، ولأسباب أخرى أيضا، أملنا الأكبر في العثور عليه هو من خلال أول شخصين. أعثر على ذلك المردخوار يا باسم كما اتفقنا، سأنتظر بيشي. أنا ممتن لك على تحرير رجالي، تفضل هذه العملة مع جزيل شكري. سأعثر على جسور ونادر وأكشف حقيقة قائدهم. سيكونان حذرين الآن ومحصنين داخل معاقلهما، عليك استدراجهما للخارج. توخى الحذر يا باسم، إنهما خطيران. وأنا كذلك. تمهل. عندما أعثر عليه سوف أشرب من دمه. أنت معي. ماذا كان ذلك؟ ها؟ ماذا؟ هناك رسالة تساور المردخوار أسئلة حول ماضي صديقنا. هذا ينمو عن ذكاء. تلقى أمرا بحضور اجتماع في الحامية الرئيسية. سقط واحد، حان وقت الأشمضاي. استطلع المنطقة يا إنكي. Mm-hmm.
أقف عندك. انتظر. يهتم القائد البحري نادر اهتماما بالغا بإبقاء النار بعيدة عن نموذج سفينته. القائد البحري يهتم. ما الذي ستموت الآن؟ حسنا سأنجح. المسؤول عن ذلك لن يهرب من يجرؤ على تهديدي. أنا لم أنجو من 100 معركة في المحيط لأتلقى الإهانة. أريد العثور على الكلاب، أحضروهم إلي وإلا عضتكم ضربات الصوت. رسالة من المردخوار حول الشحنات المفقودة الخاصة بمرتزقة الترك. كان القائد البحري يسرق. سقط الاثنان. علي العودة إلى فولاذ. Thank you.
علي العودة إلى فلان وإخباره بموت الرخ والأشمضة. انتظر يا علي، دعنا نسمع باسم أولا. هل وفقت في مهماتك؟ مات قائد الجند جسور والقائد البحري نادر. هل عثرت على أي شيء يشير إلى المرد خوار؟ ليس تماما. تلقى قائد الجند جسور أوامر بلقاء المرد خوار في الحامية الرئيسية. يبدو أن ماضيه قد لحق به. استجوب القائد البحري نادر عن شحنات الإمدادات المفقودة المخصصة لجيش الترك. لم يكن المردخوار مسروراً. إذن المردخوار موجود في الحامية الرئيسية، يشرف على إمدادات مرتزقة الترك. لا يوجد سوى شرطي واحد رتبته تلائم هذا، أمير الحرب وصيف التركي. وصيف؟ هذا منطقي. لا يمكن إلا لقلة سواه اختطاف بيشي. هل اختطفوا بيشي؟ لم يعد مطلقا. عاد وصيف للتو من رحلة للخليفة وهو في الحامية. لو كان يحتجز بيشي فسيكون هناك. سأذهب إلى هناك إذا. يسيطر وصيف على نصف بغداد. إذا واجهناه وفشلنا قد يشعل ذلك حربا تصل إلى ألموت نفسها. إنك في حاجة إلى باسم. حسنا، سألتقي باسم قرب الحامية قبل أن أتحرك. لا تتأخر، اكتفيت من الانتظار. ادخل إلى الحامية واقتل وصيف. يجب أن لا يهرب، ويجب أن يبدو الأمر كما لو أن عليا الفاعل. تعتمد سلامة ألموت على ذلك. سأفعل ذلك.